الأعداد هي التي تذهب إلى كلمة الرواج. الرواج يعني يتم في نسبة معتبرة، ربع عدد السكان في منطقة معينة على سبيل المثال، أو نصف عدد السكان أو ما شابه، لكن عندما نتحدث عن أرقام بالألاف فهذا لا يعد من وجهة نظري الشخصية رواجا، لكن هناك احترافية في التجنيد وفي نشر الأفكار وفي دغدغة مشاعر الشباب أيا كانت، بالأفكار الدينية، بأفكار هواية ارتكاب أعمال العنف كما استقطبوا الشباب الأوروبي الغير مسلم بالأساس لمجرد هوسه وغرامه بارتكاب أعمال العنف الذي لا مبرر لها، والعنف المفتوح، العنف للعنف، ارتكاب أعمال قتل، وهذه الأمور معروفة ومعلومة في المجتمعات الغربية. بدأ التنظيم نظرا لأنه تنظيم جيد وتنظيم يعمل على قراءة المشاهد الاجتماعية بشكل جيد وبشكل موضوعي، فدخل على الشباب الأوروبي والشباب الغربي من هذه الناحية ومن هذه الزاوية، هواياته لارتكاب العنف وأعمال العنف كما يظهر في أفلام السينمائية وأفلام هوليود، الأفلام التي تتحدث عن جرائم القتل والعنف تلاقي رواجا شديدا ومكاسب تقدر بالملايين للأفلام. عندما وجدوا أن هذه المجتمعات تهوى مثل هذه الأمور بدأوا يلعبوا على هذه النغمة، لدرجة أن يجتذبوا بعض من الشباب الأوروبي والغربي وهم بالأساس لا يؤمنوا بالديانة الإسلامية اللي هي المفترض أن تكون مفتاح لهذه الجماعات.